سيادة الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور أشرف، هيبقى معانا عبر سكايب. دكتور أشرف، شفت إزاي الاجتماع المشترك اليوم والبيان، خروج البيان المصري السوداني المشترك من الخرطوم، توقفت أمام إيه؟ بيان رائع. نعم، بيان رائع جدا. رئيس الوزراء السوداني قدم يعني على ان مصر والسودان على عتبة مرحلة جديدة في تطور استراتيجي في العلاقات المصرية السودانية، وانا في ظني ان هذا التصريح من الخرطوم له دلالة قوية على التناغم والتناسق الذي تم في الفترة الأخيرة، وده بلا شك رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخبرته الدولية جعلت لهذا الاتفاق وهذه الزيارة أن تأخذ تصورا استراتيجيا يعدد مزايا التكامل الاقتصادي المصري على الاقتصاد السوداني والاقتصاد المصري، التعاون السوداني والتعاون المصري يفتح آفاق جديدة للتعامل مع قضية ملحة وهي قضية سد النهضة. ونجاح السياسة الخارجية المصرية ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه أعطى للمصريين تصورا رائعا بأن هذه المفاوضات ستأخذ وقتا، لكن من ضمن آليات هذا الوقت هو أن يجمع السودان ومصر على قرار واحد، وأن تستشعر السودان بأن خطر سد النهضة ليس على مصر فقط بل على السودان أيضا. هذه مرحلة مهمة جدا في تطور العلاقات المصرية السودانية. فكرة يا فندم الوصول ل طيب خليني أقول يعني أركز مع حضرتك في التوقيت، في البداية توقيت هذه الزيارة وهذا المؤتمر والخروج البيان المشترك بهذا الشكل، وأيضا الوفد المرافق لمعالي رئيس الوزراء. طبعا الوفد مرتب بترتيب رائع، يعني إذا كان هناك حديثا عن العدد، 6 وزراء، 3 وزراء مهتمين بموضوع سد النهضة، وزير الكهرباء، الطاقة المتجددة، موارد المياه. الثلاثة وزراء الآخرين الصحة والسكان، التجارة والصناعة. وفي شق يتعلق بالسد وإمكانية الوصول إلى كلمة واحدة بين الخرطوم والقاهرة في مواجهة أديس أبابا. الشق الآخر يتعلق بفكرة إعطاء دعما وزخما للعلاقة المصرية السودانية كما هي كانت منذ قديم الأزل. النيل ورابطة مصر والسودان. لا يمكن لمصر أن تستشعر بهناء إلا بهناء السودان وهناء ليبيا. وهذا أمر مهم في عمق وتفكير الصانع السياسة الخارجية المصرية، وفي عمق تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو المشرف على تنفيذ السياسة الخارجية المصرية. الحديث عن مساعدة السودان هو ليس حديثا إعلاميا أو مجرد لقاء، هو حمل طائرات رئيس الوزراء في هذه الزيارة تحمل المساعدات الطبية، أجهزة البي سي آر التي تساعد الشعب السوداني والأشقاء السودانيين للكشف المبكر عن فيروس كورونا. كل المنح، تقديم عدد لا محدود من المنح التعليميه والدراسيه لبناء السودان. ده مؤشر لعوده العلاقات كما كانت من طبعاً قبل. فكره البعثات اتفضل. طبعا لان السودان ومصر يعني احنا مرينا بمرحله كانت يعني فيها كثير من الضباب في بعد الثوره المشؤومه. لكن عودة هذه العلاقة المصرية السودانية، لأن احنا أمام تحدي عز هان مهم جدا أن نفكر فيه في العلاقات الدولية. بنفكر دائما في جملة، بناء سد واحد لن يمنع بناء سدود أخرى. صحيح. وبالتالي إذا احنا تهاوننا كمصر والسودان والسماح لأثيوبيا، احنا ليس يعني كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا ليس ضد إنارة أثيوبيا وليس ضد تنمية أثيوبيا. هذا شعور قائد وطني عظيم لمصر ولأفريقيا، لأنه لا ينظر إلى الأمر بأنانية مطلقة، ولكن يفكر في مصر ويفكر في السودان ويفكر في أثيوبيا أيضا. هو يرغب في أن يستمتع أبناء أثيوبيا بالإنارة
ولا يعطشوا أبناء مصر. هذا أمر مهم، ولكن إذا احنا دخلنا في الموضوع على أنها نوع من زيادة الشعبية في أثيوبيا للقادة السياسيين على حساب تعطيش مصر، أو هذا الخطر الحقيقي. لذلك كانت حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الأطراف الدولية، جنوب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، نقل الملف إلى الأمم المتحدة، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر انفراج لرجل السياسة يفهم ما معنى التعامل مع النظام الدولي. الموضوع ليس عضلان طبعا، بمعنى وليس سرعة في اتخاذ قرار. نحن في القوة الشاملة، إذا كنا بنتحدث عن قوة شاملة اقتصادية وعسكرية، مصر والسودان يعني تفوق أثيوبيا بمراحل. مصر تفوق أثيوبيا بمراحل. دائما المهيمن يشعر بالاطمئنان والاستقرار وعدم التسرع والانفعال، وده أفتكر صانع القرار في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تماما أن الأكبر الأعقل في استخدام الكلمات، والكلمات قليلة وتحمل معاني كثيرة. وواضح المعاني التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي معاني للاطمئنان، معاني للسلام، للمحبة. ليس هناك حديث عن حرب، وأنا لا أتوقع أن ننجر في حرب مع أثيوبيا إطلاقا، لأنهم شعب أفريقي شقيق محب، وأنا نحبه، لكن بنسعى إلى رشد القيادة السياسية في أثيوبيا أن تتفاهم، أن ملء السد دون اتفاق بين دولة المنبع ودولة المصب، بين مصر والسودان وأثيوبيا. هذا مهم كي نبني للتنمية، نبني للمستقبل معا. الأمر ليس أنانيا بحتا، وإلا كانت العلاقات الدولية صارت في نزاعات وحروب.